علاقة الإنسان مع الله ليست منفصلة عن علاقته بالناس، لأن الناس عباد الله وعياله، ومن هنا فإن هذه العلاقة علاقة طردية. فكلما توثقت علاقة الإنسان بربه توثقت علاقته بالناس، وعكس ذلك صحيح. فإذا رأيت علاقتك بالناس ليست بالصورة المطلوبة ولست موفقا فيها، فاعلم أن هنالك خللا في ارتباطك بالله، وبإزالة هذا الخلل تعود علاقتك بالناس طبيعية وناجحة. يقول الإمام علي عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس.